اسمع التصريح ده عشان هيضحكك جامد جدا. حمدي النقاص بيقول: يا برنس انا بعت عربيتي عشان ادفع فلوس للترجي عشان ارجع لنادي الزمالك. ترد عليه وتقوله انت كذاب جدا. يعني ادارة الزمالك اساسا رجعت حمدي النقاص ماديا بس مش فنيا، عشان حمدي النقاص ليه فلوس عند نادي الزمالك، فقالوا يضربوا عصفورين بحجر ويجيبوه نادي الزمالك ويلعب مش مهم بقى. سؤال ليك: رجوع حمدي النقاص هيفيد نادي الزمالك؟ اه ولا ده اللي تكتب عندك في التعليقات. سلام.